طبعاً في أنواع كثيرة من الرخوليات المائية، زي مثلاً أنواع من الديدان، ديدان المائية، وأيضاً في أنواع من الرخوليات، في أنواع من القشريات زي مثلاً الروبيان أو الجمبري، وأيضاً في السلطعون. نلاحظ أنه في حيوانات مختلفة كثيرة بتعيش في تلك المنطقة، وهي تعتبر طبعاً تعتبر غذاء لكثير من أنواع الطيور اللي موجودة في هذه المنطقة، خاصة مثلا طيور الفلامينغو اللي هو النحام. هذا بالنسبة له طبعا مكان غذاء طبيعي، خاصة أنه بتغذى على القشريات وخاصة الروبيان الصغير.